وانطلقت الآن الجياد في شوطها الخامس على جائزة الأمير عبد الله بن سعود بن عبد الله صنيتان آل سعود يرحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. هذا الشوط مخصص لجياد وأفراس الإنتاج السعودي عمره سنتين، شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة 1400 متر قيمة جائزة 52000 ريال. الصدارة لشبل الماهر في المركز الأول، عوض في المركز الثاني، ومتابعة أيضا من الجواد سهل في المركز الثالث، بالإضافة إلى الجواد المرشح الأول الجواد ساهي في المركز الثالث. الآن المركز الثاني يأخذه الجواد ساهي، والصدارة للجواد شبل الماهر. شبل الماهر مركز الأول، مركز الثاني للجواد ساهي، المركز الثالث للجواد رقم أربعة سهل، وعوض في المركز الرابع. الصدارة لشبل الماهر، وشاهدت أيضا تقدم أول خير مع دخول الجياد للمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. شبل الماهر المركز الأول، ساهي في المركز الثاني. البحتري من الداخل يحاول أن يتقدم، والصدارة للجواد شبل الماهر. شبل الماهر المركز الأول يحافظ على صدارته مع اقترابه من المئتين متر الأخيرة. شبل الماهر في المركز الأول، خيال عبدالعزيز شريما يحاول الآن ساهي، ساهي 50 متر يتقدم ساهي، ودخول قوي على خط النهاية. شوط جميل ينتهي لمصلحة الجواد.